يلا بينا على راديو 90 90، بنرجع لكم تاني وبنتكلم عن ملتقى الشباب العربي لريادة الأعمال اللي هيقام في اسكندرية يوم 30 يونيو و1 يوليو. الحقيقة إن الملتقى دي نسخته التالتة وفي فرص كتيرة جدا لكل رواد الأعمال، كل أصحاب الشركات الناشئة، وحتى أنت لو عندك فكرة لسه ما بقتش شركة، هي مجرد فكرة موجودة عندك، تقدر جدا تشارك في الملتقى. أكيد هتلاقي فرص كتير وتعرف إزاي ممكن تحولها لشركة ناشئة، ممكن تاخد تمويل. الحقيقة أنه الملتقى فعلا فيه فرص كتيرة جدا. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي هتكون موجودة في الملتقى هي ورش العمل. في عدد كبير من ورش العمل عن أكتر من موضوع، الحقيقة يعني نحب جدا أن احنا نناقش ده ونتكلم عنهم أكتر ونعرف إيه ورش العمل الموجودة. عشان كده معانا على التليفون مينا رؤوف، استشاري إدارة الأعمال والمشروعات والتسويق، وهو من فريق عمل الملتقى وكمان هيقدم ورشة عمل عن التسويق الرقمي. مساء الخير يا مينا. مساء الخير. مساء الفل، منورنا على الراديو 90 90 FM. وعايزين نعرف منك بقى أهمية أنه الشباب سواء هم بالفعل رواد أعمال أو نفسهم يكونوا رواد أعمال أن هم يحضروا الورش دي ويستفيدوا منها. بصراحة هي بتبقى فرص عظيمة جدا، زي ما احنا سمعنا مع الدكتورة اللي في أول يوم، أكثر من محاضر هيقول كلمته وهيتكلم مع شباب في مواضيع مهمة. اليوم الثاني هيكون فيه ورش عمل عن أكثر موضوع مهم. ورش العمل بتتميز اللي هي بيكون فيها فرصة أكبر للمناقشة وللواحد يشتغل بإيده في الحاجة اللي بنتكلم فيها. هيكون فيه ورشة عمل عن التسويق الرقمي أو الديجيتال ماركتينج، ودي بالمناسبة أكتر حاجة طلب من الشباب لما بنشوفهم، بنشوف مشروعاتهم اللي عايز يبتدي مشروع صغير أو لسه بيفكر في فكرة حتى، اللي هو بيكون عنده مشكلة في التسويق. فأي مشروع بيبقى أهم حاجة ينتبه لها اللي هيبتدي مشروع ده التسويق، عشان ناس كتير بقى لما تبتدي ما تبقاش عارفة هتسوق البرودكت أو السيرفيس أو المنتج بتاع المشروع بتاعها فين. فبيبقى فيه شوية حاجات بتتعمل زي ماركت ريسيرش أو دراسة للسوق، احتياجات العملاء بتاعهم، النيد، حاجات زي كده بتتعمل عشان الواحد يتأكد ان المشروع بتاعه هيبقى ناجح وعلى طول هيلاقي ليه عملاء ويبقى مستمر يعني. كمان الديجيتال ماركتنج بتضيف بعد تاني للتسويق اللي احنا بيبقى اكتر من شانل يعني، ممكن يضيف يعني مثلا اللي بيعمل تسويق اعتيادي بيبقى ليه مكان واحد يقدر يسوق فيه، لكن اللي بيعمل ديجيتال ممكن العالم كله يسوق في اي حتة، والاونلاين مفتوح 24 ساعة وبيبقى فيه شانل كتيرة بيشتغل فيها يعني. كمان في ورشة عن البيزنس موديل او الواحد ازاي يعمل زي خطة صغيرة للمشروع بتاعه عشان يبقى شايف قدامه هو رايح على فين وبيتحرك وصل ليه، بعكس اللي ما بيخططش خالص او ما بيبقاش عارف البيزنس بتاعه هيمشي ازاي، بعد فترة للأسف بيحبط وغالبا المشروع بتاعه مش بيكمل. فحتة البيزنس موديل دي مهمة جدا. وفي ورشة ثالثة كمان عن الفاينانس او اللي انا ازاي اجيب تمويل للمشروع بتاعي وابتدي واحصل على الفلوس المناسبه منين ومن انه مصادر. فبصراحه هو في ورش منوعه يعني وكلها بتفيد في الكور او الاساس بتاع المشروع، وهو ده اللي هيحدد اذا كان المشروع هيكمل وينجح ولا مش هيكتب بالنجاح يعني. طيب السؤال هنا، هل انا وانا بسجل لحضور الملتقى اختار الورش اللي انا هحضرها، ولا بقدر احضر اي ورشة طالما انا جيت الملتقى؟ عشان ممكن برضو يكون في اقبال على ورش معينة او العدد كبير مثلا في عدد معين متاح لكل ورشة. هو مميز السنة دي لمدينة الابحاث العلمية اللي هي برج العرب بتحتضننا، فالقاعات يعني الحمد لله واسعة وشيل عدد كبير جدا، فهي الثلاث ورش هيكونوا متاحين، فأي حد يسجل ممكن يحضر أي ورشة من الثلاثة، هيكون يعني متاح الورشة دي في قاعة واحد ودي في قاعة اثنين ودي في قاعة ثلاثة، وأي حد حابب ينضم للورشة اللي يفضلها هينضم ليها بقى بدون أي مشاكل، فهو كفاية الواحد يسجل وبعد كده هيتمتع بأي ورشة يعني. جميل جدا. جميل. طيب سواء يعني اللي هيسجل هيكون صاحب شركة ناشئة أو عنده فكرة، إيه الفرص اللي هيقدر إنه يلاقيها في الملتقى مينا، خصوصا إنه كمان يعني الجميل في الموضوع إنه في اسكندرية، فبرضو ناس كتيرة ممكن تبقى في محافظات الدلتا شوية بتلاقي صعوبة إنها تبقى موجودة في القاهرة، فأنتوا قربتوا لهم جدا المسافة، فقول لنا كده أهم الفرص اللي ممكن يلاقيها أصحاب الأفكار أو الشركات الناشئة.
بالظبط انا مع حضرتك جدا، ويمكن كمان حاجه لطيفه اللي يعني نسبه كبيره اكثر من 50% من حضور المؤتمر من خارج اسكندريه، فدي فرصه عظيمه يعني الناس تشارك. من وجهه نظري انا في الملتقى ده، ايه اهم حاجه او ايه الاكثر حاجه الشاب بيستفادها او اللي هو مقبل على العمل صاحب مشروع صاحب فكره؟ حاجه اسمها النتوركينج او التشبيك. النتوركينج ده انا من وجهه نظري اكثر حاجه بيستفيد فيها، اللي هو يعمل علاقات مع الاخرين. العلاقات دي ممكن بعد كده هي بتكون هي الاساس المشروع بتاعه. يعني على سبيل المثال ممكن يعمل علاقات مع رجال اعمال، حد من رجال الاعمال او حد من الممولين او حد، احنا طبعا عازمين شخصيات كثيره جدا وهم كمان بيبقوا حريصين اللي هم يكونوا موجودين وسط الافكار بتاعت الشباب والمشروعات الناشئه. كل الناس دي تبقى عيونها على كل الحاضرين، اي حد حاضر. فممكن بالعلاقات المشروع بتاعي يلفت نظر حد، يموله، يحتضنه، يتابع معايا. ممكن يكون هو محتاج من رجل اعماله محتاج الفكره بتاعتي في المصنع بتاعه يطوره، ممكن يحتاج يطور الفكره بتاعتي يكبر مشروعي. ده على الجزء بتاع التمويل او اللي حد يحتضن مشروعي. في بقى النتوركينج اللي هو بتاع البيرز او حد صاحب مشروع زي مقدم، انا بستفاد اللي بشوف المشروعات بتاعته بتعمل ايه، بيفكر ازاي، هيسوق لمين، هيبيع فين، هيشتري منين. الحاجات دي كلها بتبقى مفيده جدا. ساعات كمان بيبقى في مشروعات بتتشابك مع بعضها، يعني بيحصل كتير بيبقى اثنين او ثلاثه جايين بنفس فكره المشروع او فكره قريبه من بعض، فبعد كده بيكتشفوا اللي هو كل واحد بيكمل الثاني في جانب والمشروع بيكبر وبيبقى انجح فيندمجوا مع بعض. طبعا ده غير طبعا التشبيك بقى مع ناس بتفيد حاجات كتيره، يعني كذا حد بيبقى محتاج حد من التيم يكمله في مجال تاني او كده. طبعا. التشبيك انا من وجهه نظري اكتر حاجه مفيده، غير طبعا بقى المشاركه في المسابقه والافكار والورش والحاجات كلها. طبعا اكيد. طب هل انت عندك امثله يمينة لشباب فعلا يعني استفادوا من النسخ اللي قبل كده للملتقى او لقوا انه دي فرصه والعكس؟ هو طبعا يعني كميه الشباب اللي بسمع الفيدباك بتاعها اللي هو المؤتمر ده بناهم شخصيا وفي البيزنس بتاعهم كتيره جدا. يعني بمنتهى الامانه ما فيش حد بيحضر مؤتمر وفي حقيقه رياده اعمال ورواد اعمال واصحاب شركات ورجال اعمال وحاجات زي كده ما بيستفادش، كل واحد بيطلع مستفيد اقصى قدر على حسب ما هو بقى يقدر يبذل مجهود خلال فتره المؤتمر اليومين دول. ده حقيقي. على سبيل المشروعات الناجحه طبعا في عندنا احنا كمان في الجمعيه بتاعتنا في يعني عدد كبير جدا من المشروعات اللي ابتدت نسخ سابقه، ومن ضمنهم مثلا كان في حد في النسخه اللي قبل اللي فاتت كان جاي من بره مصر خالص وكان بيعمل مثلا شنط من شجر الموز، من الاوراق بتاع شجر الموز. ففي افكار بنلاقيها احنا نفسنا بنتفاجئ بيها، يعني حاجات تبقى بسيطه جدا ومش مكلفه وبدايتها بسيطه جدا وبتكون الريورد بتاعها او العائد المادي كبير جدا. ففي افكار لا تنتهي، يعني احنا ممكن نعمل حلقه لوحدها عن الافكار اللي هي كبرت بقى وبقت جميله جدا يعني وابتدت من حاجات بسيطه. وخلينا نقول انه اي فعاليه بنحضرها او اي مؤتمر ممكن كلمه، جمله، نصيحه تغير حياتي، تخليني افكر بطريقه مختلفه، اقرر قرار صح في مستقبلي. فمهم جدا ان احنا نخرج ونروح ونقابل رواد اعمال لو انا نفسي فعلا ابقى صاحب مشروع. وكمان على فكرة الكلام ده يطبق في كل المجالات الأخرى، يعني أي حد عنده يعني فرصة يحضر مؤتمر أو ملتقى أو فعالية لازم يتحرك، لازم نخرج، لازم نقابل بعض، لازم. ولا إيه رأيك يا مينا؟ طبعا ده هي دي أحسن حاجة، يعني أكتر حاجة فعلا الواحد بيفرح فيها اللي هو الشباب بيقولوا لهم اللي فيه امل، يعني نفس الشباب ونفس الظروف ونفس كل حاجه، وبنلاقي عندنا قصص نجاح نفخر بيها. يعني في جلسه لوحدها اسمها انسبريشن او اللي هو التحفيز او الامل، اللي هو بنجيب شباب برضه مصريين ومن وسطنا ومن كل حاجه، وكل واحد بيقول ابتدى ازاي وشركته دلوقتي وصلت لفين. وفعلا بمنتهى الامانه ما فيش حد بيبذل مجهود ويخطط لصح ومع كده وبيلاقي نتيجه هايله جدا جدا جدا، والمشروع ده بيقدر يعتمد عليه وبيكون مصدر دخل تاني او اول ليه.
وفعلا يعني في امل. الدنيا مش بدرجه السوء اللي احنا شايفينه، لا ده في حاجات حلوه بتخلينا نشوف. لا لو الواحد اجتهد واشتغل شويه هينجح زي بقيه الشباب اللي حواليه. يلا بينا، لازم نشجع بعض طول الوقت ونقول يلا بينا، ولازم كلنا نشتغل، ما قدامناش حل غير الشغل، حتى لو الظروف صعبه او الظروف الاقتصاديه في العالم كله صعبه، ولكن احنا هنشتغل. احنا بنشكرك شكرا جزيلا مينا رؤوف، استشاري اداره الاعمال والتسويق واداره المشروعات، شكرا جدا جدا، ومن فريق عمل طبعا الملتقى، ملتقى الشباب العربي لرياده الاعمال، بنشكرك شكرا جزيلا، وسلامنا لاسكندريه. طبعا طبعا، والبحر والبحر ان شاء الله تشرفونا كمان بقى ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا.